الخايمة يظهر لي استدعينا 29 لاعب كيف ما سبقت وصرحت اللي كأس العالمية هذه بش يكون فيها 26 عكس النسخات السابقة. خيرنا بش يكون 26 لاعب مع ثلاثة على خطر التجربة أثبتت لنا في المعسكرات اللي سبقت كون وشك فوق ديما ثم دي موفيسي وكريز إن شاء الله ربي يحمينا من الإصابات. دونك عنا تقريب 10 مدافعين 8 وسط ميدان مع 8 مهاجمين 20 لاعب اللي كانوا متواجدين تقريب في المعسكر الأخير تاع جابان في شهر جوان. دونك هذا يؤكد الاستقرارية والاستمرارية الاستقرار والاستمرارية اللي هو أهم كريتير بالنسبة لي نحن وبريزيرفي وكونسيرفي الجروب نتاعنا. دوزيام بوان ثم 7 لاعبين اللي في شهر جوان ما كانوش موجودين معنا لأسباب مختلفة إصابات وإلا الوضعيات الخاصة تاع بعض اللاعبين اللي سبقت وصرحت فيها. هذوما دي ريفونون ودي جوار كادر في ليكيب ناسيونال ليماج تاع الصخيري وهبي الخزري دونك انسي دو سويت. ثم لاعبين اللي كانوا مصابين غيلان الشعلالي رضوان بن والناس رجعونا مع زوز لاعبين دائما في نطاق توجهات الإدارة الفنية في الجامعة التونسية كرة قدم. دائما لازم نعطيه مؤشرات إيجابية في كل استاج نخليه الباب محلول لبعض اللاعبين الشبان في نطاق استقطاب بعض اللاعبين اللي ظهروا بمستوى ممتاز جدا خاصة معناتها كيف نشوفوا اللاعب شيم جبالي في الأولمبيك ليوني سنتر دو فورماسيون معناتها من أعلى مستوى قدم مستوى ممتاز جدا مؤشرات إيجابية. نفس الشيء بالنسبة للاعب سيف الله الطيف اللي أظهر إمكانيات كبيرة برشا سيتان جوار اللي عنده دي كاليتي يمكن ما نقولش احنا ما عندناش لكن اوتر جونر دو كاليتي سيتان جوار كولوار دو فورماسيون اللي قادر باش يعمل يتعدى في وضعيات ان كونترين اللي اكسبلوزيف اللي رابيد يتعدى بالفيتاس. عندنا دي جوار اللي عندهم دوتر كاليتي تكنيك دونك شفنا اللي نجم يكون حل من حلول المنتخب. خليني نحكي على المباراة هذه من دو فولي. الفولي الاولاني اللي تحكي فيه انت لو ماتش سبيكتاكولير الماتش اللي الناس كله اللي تحكي عليه اكثر من ماتش فرنسا وماتش الدنمارك وماتش أستراليا. دونك هذا لونديكاب بالنسبة لي أنا ما يلزمش يكون ماتش شو لازمني نجتهد أنا والإطار الفني لازم اللاعبين يكون عندهم درجة من الوعي باش نتعاملوا مع المباراة هذه كمباراة رسمية مباراة تحضيرية مباراة لازمنا نستغلوها 100% من الجانب الرياضي هذا أهم شيء. الحاجة الثانية لازمنا نحيه من ذهن خاصة صعيب باش نحي من ذهن الجماهير أكيد جايين باش يستمتعوا أكيد جايين باش يفرحوا. منتخب البرازيلي ما نعتقد على الأقل في الجينيراسيون تاعي أنا هو المنتخب معشوق للعالم الكل. الناس كل تتمنى باش تلعب ضد البرازيل الناس كل حلمها باش تكون متواجدة في مباراة فيها المنتخب البرازيلي. دونك ما نجموش نحرموا اللاعبين من الشيء هذا لكن دورنا احنا باش نخليهم مركزين والتعامل يكون رياضيا. المنتخب البرازيلي أنا يمكن الناس تشوف له كسبكتاكل أنا أشوف له ك فينيسيوس ينجم يكون كيما مبابي في التحضير نيمار ينجم يكون كيما كريم بنزيما مع المنتخب الفرنسي. دونك نرى فيها من ناحية بيورمون فنية أكثر منها الناحية هذه تاع شو صعيب باش نقنع اللاعبين لكن هذا دورنا احنا إن شاء الله من ناحية الذهنية باش نخليو اللاعبين يركزوا رياضيين على المباراة. نحب ديما إجاباتي تكون واضحة كان جات عندي إجابة 100% نجم نجاوبك هذه بري كونفوكي هو لا حتى في البري كونفوكاسيون ما كانش موجود. دونك كانت نيغوسياسيون مع رئيس الجامعه مع المسؤولين محمد سليم بن عثمان والاطار اللي معاه مسؤولين على انتداب اللاعبين هذوما ما نعرفش حتى المفاوضات وين وصلت. دونك يبقى ان جوار اللي عنده الامكانيه باش يكون تونسي كونه رفض شخصيا ما عنديش المعلومه هذه اللي اون فاز دو نيغوسياسيون ما نعرفش وين وصلت المفاوضات هذه. اللاعبين اللي غايبين على القائمه اللي هما كانوا موجودين معانا كيما اسامه الحدادي وجدي كشريده في الدفاع هذوما دائما يبقوا لاعبين في الفيزار نتاعنا ومهمين جدا اتو مومون ينجموا يرجعوا. ما نحبش ننسى حتى لاعب سعد بقير في رزم العربي اللي كانوا متواجدين في القائمه كانوا متواجدين معانا في فتره معناتها الفاز دو كاليفيكاسيون. محمد علي بن رمضان اللي اليوم مصاب ان شاء الله ربي يعافيه ويرجع. دونك هذه الليست نتاع براتيكمون 35-40 جوار هذوما الموجودين افيك دي زيكسيبسيون. اذا كان ثم ان جوار كي اكسل في الشامبيونان تاع تونس ولا البرا ويأكد احقيته علاش لا.